في هذا اللقاء ينضم إلينا من الرباط الخبير في الشأن الأمريكي والأستاذ الجامعي سعيد الصديقي. مرحبا بك معنا أستاذ سعيد. يعني كما تابعنا هنالك توقعات لكلمة الرئيس بايدن التي لربما ستكون أقرب إلى تحديد البوصلة الأمريكية وتوضيح نهج الإدارة الجديدة دون ذكر تفاصيل بعينها، لكن حسب رأيك يعني ما هي أبرز المضامين التي ستتضمن خطاب الرئيس بايدن؟ جميع المضامين يعني مهما كانت سوف تنصب في الشعار الكبير وهو استعادة مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تحسين علاقات أمريكا مع حلفائها التقليديين، هذه العلاقات التي تضررت كثيرا خلال ولاية ترامب. إذن كل ما سوف يتضمنه خطاب جون بايدن سوف ينصب في هذا الاتجاه، أن أمريكا سوف تتجه إلى استعادة دورها الريادي وتحسين علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين وأيضا ما هذا اللي ذكروا يعني أخرى. يعني بايدن صرح في أكثر من مناسبة أنه رح يعتمد المدرسة التقليدية في الإدارة الخارجية وأيضا تحسين العلاقات، ولكن يعني كيف سيوسع قاعدة تحالفات واشنطن بعد ولاية ترامب الذي يعني زي ما ذكرت قبل شوي تضررت كثير من العلاقات في عهده؟ إضافة إلى إرادة جون بايدن وإدارته، هناك أيضا استعداد حلفائه للتعامل مع الإدارة الجديدة، لأن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تنفسوا السعداء بعد نجاح جون بايدن، فهناك استعداد عالمي للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحسين هذه العلاقة. لكن هذا لا يعني بأن هؤلاء الحلفاء سوف يطمئنون بشكل كامل إلى مستقبل علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أنهم سيأخذون بعين الاعتبار احتمال أن تتغير يعني السياسة الخارجية الأمريكية كما حدث في مرحلة ترامب. في جميع الأحوال أن هناك أيضا استعداد عالمي للتعاون مع جون بايدن رغم كل الأضرار التي لاحقت هذه العلاقات التقليدية. هذا الاستعداد العالمي اللي ذكرته، يعني كما نعلم كان هناك فترة كبيرة من الجفاء خلال حكم ترامب خاصة مع حلف شمال الأطلسي، نتحدث عن مغازلة الاتحاد الأوروبي والنيتو كان أبرز الخطوات لربما للرئيس بايدن، لكن هل سيثق الأوروبيون بذلك حسب رأيك، خاصة أنه رؤساء الاتحاد سبقوا أن صرحوا بأنه حان الوقت للتموضع والاعتماد على الذات؟ لا 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 تهم هذه الثقة أو قراءة النوايا، فالأوروبيون وغيرهم من حلفاء أمريكا ليست لهم خيارات كثيرة مع هذا الصعود المتنامي للصين وأيضا تأثير روسيا في مناطق مختلفة، فبغض النظر عن يعني الشكوك التي قد تحوم حول سياسة الإدارة الحالية، فإن الأوروبيين ليست لهم خيارات كثيرة، فالنظام الدولي الحالي الذي يتسم بنوع ما من تعدد الأقطاب ربما قد يظهر بشكل عام كأنه يعطي للأوروبيين فرصة للمناورة، لكن حينما نقرأ العلاقة بين الأوروبيين والصين والأوروبيين وروسيا سنجد بأن الأوروبيين ليست لهم خيارات كثيرة، وعليهم أن يحسنوا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا على الصعيد الحليف ليس فقط في أوروبا وإن أيضا حتى في آسيا. سيد سعيد، ولكن خلينا نتكلم هنا عن الحلفاء في الشرق الأوسط. في كل مرة يخشى الحلفاء من تقلبات الإدارة واختلاف النهج باختلاف الرئيس. برأيك يعني ما السبب في هذا؟ وهل برأيك أنه هذا الشيء ممكن يسبب نوع من التوتر في ظل التهديدات الإيرانية أو لا؟ هو يعني حلفاء أمريكا في
الشرق الأوسط ينبغي أن لا نضعهم في سلة واحدة، فكل دولة لها أهدافها ولا مصالحها. هناك من ربما يرى أن مصلحته مع هذه الإدارة، بينما هناك من كانت له مصالح أكثر وعلاقات أو يعني أكثر قوة مع إدارة ترامب. إذن فمن المتوقع أن الإدارة الجديدة ستحاول أن تتعامل بنوع من التوازن في العلاقات مع هؤلاء الحلفاء، وأيضا تتعامل بسياسة الجزرة والعصا والجزرة مع إيران. لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تهديد لهذه السياسة، يعني انعكاسات أو تهديد على أمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، رغم هذه المؤشرات التي ظهرت مؤخرا من أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تسحب مثلا يعني حاملات طائرات إلى غير ذلك، لكن هذا لا يعني بأن سوف يؤدي إلى انسحاب يؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة لحلفاء أمريكا.